السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظم المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية ندوة في نواكشوط حول موضوع تحديات الاستقرار ومتطلبات التنمية، ويشارك في الندوة عدد من السياسيين والأساتذة الجامعيين، وتتضمن محاور مختلفة تشمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في موريتانيا. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال اجتماع مجلس وزراء دول الساحل الخمس، وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار للجاي إن السياق يتسم باستمرار تحدي عدم الاستقرار على المستويين العالمي والإقليمي. وقال للجاي إن موريتانيا وضعت مقاربة أمنية تنطلق من رؤيتها المشتركة وتتناغم مع أولويتها الوطنية. اختار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم صالح والحنانة رئيسا دوريا جديدا له خلفا لرئيسه السابق أحمد سالم البحبيني. ويأتي اختيار والحنانة في سياق يتسم بتعثر مسار الحوار السياسي بين المعارضة والنظام في موريتانيا رغم تعبير كل طرف عن الاستعداد له. أطلقت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية النسخة الخامسة من الأيام الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا. هذا وتتضمن الأيام الثقافية عروضا حول واقع وتحديات الإعاقة، كما يتضمن عرضا لبعض إبداعات المعاقين. خسر منتخب المرابطون الشباب أقل من 20 عاما أمام نظيره التونسي بأربعة أهداف لصفر خلال مباراة أجراها ضمن معسكره التدريبي الذي كان يخوضه بالعاصمة تونس، وتعتبر هذه الخسارة الثانية لمنتخب المرابطون ضمن هذا المعسكر، حيث خسر مباراته الأولى بثلاثة أهداف لواحد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله وطيب المنام.